راجل اكد كل الكلام، الراجل ده في قطر اكد كل الكلام اللي احنا قلناه بالحرف، يعني الراجل ما سابش حرف من موضوع الريان اللي احنا اتكلمنا عنه، كان في طبعا كلام مع الريان، موضوع الدحيل، موضوع صبري لاموشي لما قال لك انا مش عايزه وحصل مشكله وحصل هولد عشان كده فكر يرجع الزمالك ما نفعش، وراح على تركيا واتكلم مع نادي في تركيا، كل ده قلناه. وبعدين يا جماعه اي حد زي ما احنا بنعمل كده، اي حد بيقول لك انفراد طلع الفيديو بتاعك، طلع الفيديو بتاعك، احنا ما بنتكلمش، ما حدش ياخد انفراداتنا، ما ينفعش، لان ده مجهود كبير جدا عشان نطلع معلومه زي دي، لان في الوقت 18 يناير ما كانش حد بيتكلم عن الفرجاني. يعني 18 يناير ده ولا في حد اتكلم على فرجاني. الخبر اللي قلته قبل كده على رمضان صبحي ما كانش في حد بيفكر رمضان صبحي ده ببيراميدز ولا حاجه خالص. الخبر اللي قلناه على الكهرباء ان هو ماشي في شهر 2 ومشي في شهر 6 ما كانش حد بيتكلم لسه ان في كهرباء في مشكله وفيها يمشي والعقد والكلام ده. فانت حضرتك عندك اي حاجه بتنفرد بيها تمام، طلع المستند بتاعك. انا بطلع ليه؟ هي الموضوع مش منظره، احنا بنطلع الفيديو بتاعنا قلناه من 18 يناير، والفيديوهات دي موجوده على السوشيال في ام بي سي، بس الناس بتنسى او بتتناسى. ف 18 يناير ده لا كان في كلام على فرجاني ولا قاعد ولا ماشي، حتى وانا بقوله في خبر فرجاني مش في نادي الزمالك، الدنيا ساعتها قامت وما عادتش، واتشتمت شتيمه جامده من محبي فرجاني الزملكاويه. وبعد كده قلت عنده مشكله في الدحيل بسبب صبري لاموشي. طب هوريكم فيديو صبري لاموشي. اتفضل يا استاذ ميدو. الا وهو كلنا عارفين ان فرجاني ساسي وقع للدحيل القطري. كلام جميل، كلام جميل. طيب مين المدير الفني للدحيل القطري؟ صبري لاموشي. كلنا عارفينه. طيب صبري مش في حساباته فرجاني ساسي خالص. يعني ايه؟ مش في حساباته فرجاني ساسي خالص. فده ممكن يكون في كلام، خلاص هو موقع للدحيل. الدحيل هو ناديه القادم. طيب هل ممكن يكون في مفاوضات لما بيكون في مدير فني مش عايز خدمات لعيب؟ دي من اخبارنا وكواليسنا واجتهاداتنا. طيب لما يكون مش عايز لعيب ايه اللي بيحصل؟ ممكن النادي يقول لك اطلع اللعيب اعاره، اطلع فرجاني اعاره. فهل ممكن فرجاني كل حاجه ليها مستند، انما كلمه انفراد بقت سهله وسبق بقت سهله، وانا اي واحد بيقول كده ما يقول، لكن فين؟ انفراد كما انفردنا كما انفردنا يا عم. وعلى فكره يعني الكلام ده مش هيأثر معانا كتير، بس محدش ياخد حاجتي، محدش ياخد شغلنا. لا معلش لن اسمح الحاجات دي، ما نهزرش، لان ده شغل اعداد وشغل كتير جدا عشان نوصل. في الوقت ده كانش في حد بيتكلم على صبري لاموشي خالص خالص، كانت معلومة بيني وبين اتنين مش في مصر، في تونس، في تونس مش في مصر، كنا ثلاثة اللي عارفين المعلومة دي فقط لا غير، منهم لعيب كبير في تونس. فده شغلنا اهو بيتحقق على الارض. فرجاني فين؟ في الدحيل. وايه اللي اخر كل ده؟ صبري لاموشي. صبري لاموشي فين؟ مشي. فرجاني فين؟ راح. 18 يناير فرجاني خارج نادي الزمالك. 18 يناير خارج نادي الزمالك. كلام قدامكم والحكم ليكم.